كافيين معكم عالم الصباح، وبعرف انه تاخرنا عليكم لنحط السؤال بس كان في عندنا مشكله تقنيه، ولكن هلا انا عم بكتب السؤال واتمنى انكم تتواصلوا معي وتجاوبوني على صفحه الفيسبوك الخاصه فينا بعالم الصباح. اذا بتحبوا الورد او لا، وبتلاقوها يعني انه مصيبه او كثير بشعه انه تكون بنت ما بتحب الورد، وليك مين معي بالفقره؟ ليك مين معي بالفقره؟ كل حال في معنا كيندا بارض ورد ومتليت لنا السال بالزهور والورود والبلاطات، رح نروح لعندها ونحكي اكثر وتفاصيل اكثر بارض ورد. ايش عم بحكي معك؟ اوكي سوري. طب انا بونجور مشاهدينا، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله منيح. هيدا سؤال بينسأل. طيب ما بينسأل ليه؟ يعني ما بعرف انا اذا ممكن يكون حدا ما بيحب الورد او انه ما بيقصد انه يجيب، بس مع طب حدا بس انا بدي اسال سؤال، بتحبوا تنهدوا ورد واي نوع من ورد؟ وشو رايهم اذا لقيوا مثلا شي بنت ما بتحب الورد؟ معقول تزعل اذا اجاها بوكي ورد؟ بس بدي اسالي هيدا السؤال، حدا معقول يزعل اذا وصل بوكي اذا بحب الورد او لا؟ هلا انه اكيد ما حدا بيزعل انه اذا اجته ورده، لانه في لها معنى بالنهايه، بس انه في ناس ما بيعنينا الورد. ليك انا بدي اقول لك شغله، مزبوط في كثير ناس بيقولوا ما بيعنينا، بس ما معقوله حدا تصير بايده الورده ويقول لي بشعه ما بعرف شو بدي اعمل فيها. مش بشعه بس انه هي اوكي ورده فيها. ما معقول يصير هذا الشيء، ما معقول يكون حدا عنده بلانت، لانه انا عم بحكي عن خبره، عنده بلانت ويبلش يشوفها انها عم تكبر وما ينبسط. لو كان هو بيقول لحاله انا ما بيعني لي كل شيء، بس يشوفها بلش تعطي ورقه جديده، وكثير صايره معي وكثير صايره مع كثير ناس بيحكوني بيقولوا لي بتعرفي انه بلشت تفرخ النبته تبعولي؟ بقول لها ايه. بتكون مبسوطه؟ بقول لها مع اساس ما بتعني لي. اللي بس بلشت تفرخ فاذا بتعني لها، يعني هيدا باللا شعور تبعنا، ومثل ما انا كاتبه بكتاب ارض وورد بقلب كل واحد منا مزارع صغير هيك دغري بس يشوف انه عن جد ايده عم تعطي خضار بينبسط فيها. انا بحس انت بتحببي الناس بالورد وبالزهر. ان شاء الله يكون هيك. لا عن جد يعني انت كيف تعتني وكيف تهتمي بالهيدا؟ على كل حال يلي بيحبوا يلي ما بيحبوا النبات ويلي بيحبوا، اكيد كل الناس بتحب انها تنزل على الجاردن شو بهالوقت من السنه، مثل ما كل هالاسبوع عم نحكي هو موعد صار كل اهالي بيروت وحتى من برات بيروت بيجوا، لانه ميدان سبق الخيل هي حديقه كثير جميله ببيروت، والجاردن شو صار موعد لكل الاشخاص اللي بيحبوا يتعرفوا على كل شيء جديد بعالم الجارديناج والازهار وحتى كل شيء الديكور للاعداد الخارجيه، بيقدروا يلاقوا كل الاشياء الجديده بالجاردن شو اللي باقي لنهار السبت. اللي باقي لنهار السبت بلش نهار الثلاثاء وبيستمر لغايه نهار السبت بميدان سبق الخيل من الساعة 5 بعد الظهر لساعة 11 المساء. كل الأشخاص اللي بحبوا يروحوا بعد في 3 أيام، ومثل كل سنة أنا موجودة هونيك لحتى يكون في عنا ورشات عمل نعرف فيها كل الأشخاص اللي هونيك على تبس جديد، على معلومات جديدة بهالعالم الواسع كتير. كان عندي مبارح وأولت مبارح ضيوف كتير مميزين، مبارح كان الورشة كتير حلوة عن التطعيم، حكينا عن كل أنواع التطعيم، وقبل منا عملنا أرانجمان بالأزهار مع ضيفتي رنا الخوري كمان. اليوم لكل الأشخاص يلي بيحبوا يعرفوا أكثر عن شجرة البونزاي رح يكون تفصيل دقائق زاد مثل ما بيقولوا، لحتى نعرف كل شيء عن هالشجرة، كيف نهتم فيها، كيف نشتريها بطريقة إنه تضاين عنا أكثر. بكره رح يكون في عنا كمان كل شيء ترندي بعالم الحدايا، كل الجادجتس والطرق الجديده بطريقه البستنه، ونهار السبت رح نرجع على الاصول ونتعلم كيف بنزرع، كيف بناخذ شتله صغيره من نبته لحتى نزرعها، كيف نزرع بالبذره. فكل الاشخاص اللي بهمهم كيندا موجوده ضمن ورك شوبس جاردنينج ورك شوبس بالجاردن شو من الساعه 6 للساعه 7، وبتامل انه تكونوا كثار وتجوا تحضروا، واكيد فيكم تسالوا كل الاسئله لايف ساعتها يلي بدكم عن الجارديني عن الاوركيدي عن كل شيء بتحبوا انه تسالوا. رح نشوف بعض اللقطات عن الجاردن شو لحتى نعرف شوي عن شو عم نحكي وشو الاجواء يلي بيقدمها هالمعرض الفريد من نوعه بلبنان. منشوف سوا.
كل سنة بيجي على الجاردن شو. تام وجنينة، يعني شقفة جنينة، جنة على الأرض هي الجنينة. كتير حلو. كل سنة برجع المعرض وكل سنة بكون عارضة، بس هالسنة ماني عارضة. بحب هيك هالاشياء كلها هون، الورد والمناظر بستفيد منهم. نحن صرنا 11 سنة بالجاردن شو، مثل كل سنة بجرب أقرب أكثر من البلانتات اللبنانية والبلانتات اللي بيستعملوها كانوا من زمان بلبنان. جربت اعمل اللي بيقعد هون يحس حاله بهيك محل هالقد عنده رهبه، وبذات الوقت تحس حالك مرتاح. نحن كل سنه بنشترك بالجاردن شو، يعني في اشياء كثير ببيروت خف وجودها في الوقت الحاضر، كانت تتعلق بالماضي بالشوارع بين البنايات ببيروت بين البيوت القديمه، اليوم نحن افتقدناها مثل بوغانفيليا الجلابرا. نحن صرنا تقريبا 6 years بنشارك بالجاردن شو. السنة عاملين كونسبت متكامل، 4 جناين، واحدة منها ميديترينيان جاردن، واحدة تانية ماونتن جاردن، وعندنا شقفة منها كاكتوس جاردن، في الووتر بلانتس اللي نحن بنختص فيها. مثل ما كنا حاطين بالبرنامج رح يكون الاتوليه لليوم هو عباره عن ارانجمان فلورو. رنا خوري هي فلاور ديزاينر وعندها كثير ستيل خاص فيها، واول خطوه بنعملها هي تنظيف الزهور، كيف ننظف الزهور لحتى تضيلنا بعدين. بنقص كل الاوراق، اذا في شو كمان بنقصه. حدا بيعرف شو هيدا؟ شموا ريحتها وقولوا ريحة شو؟ فستق حلبي. في كتير اشياء بنقدر انه نفوتها على الارانجمون، تعطي تكستشر جديدة للارانجمون تبعنا. حلو، حمستيني. حلو الجاردن شو، وكل الاشخاص يلي بينزلوا كل سنه يعني خلص بيصير ناطرين امتى بدنا ننزل، بينزلوا مرتين وثلاثه، الاجواء حلوه كثير. ما في شيء بيكون براسهم الا ما بيلاقوه. ايه طبعا. وهيك يعني العالم تبقى كلها مرتاحه ومبسوطه لانه نازلين على محل حلو، فالاجواء حلوه كثير، الافكار اللي موجوده افكار حلوه، وورش العمل كمان هي مفيده لكل الاشخاص اللي بحبوا انه يتعلموا اشياء جديده. فمثل ما قلت لقونا من الساعه 6 للساعه 7 كل يوم بموضوع جديد، مثل ما ذكرنا اليوم بونزاي، عن البونزاي، بكره عن الاشياء الجديده والترند عندي بعالم الجاردناج، ونهار السبت عن كيفية إكسار النباتات وعن شوية العناية فيها، كيف نختار التربة المناسبة لكل نبتة لحتى تنمى بشكل جيد. أما السؤال الأكثر شو بيقولوا آخر لكيت طرحا فهو عن الجاردينيا، يعني أنا وبالجاردن شو
نكون عم نحكي عن غير موضوع تقلو بيصير الموضوع بالجاردينيا دايما بيرجع للجاردينيا. بدي اسميها باللغه الشعبيه حبيبه الشعب لانه بهالوقت اول شيء بتكون حلوة الزهره وريحتها هي اللي اكثر شيء بتجذب وهي اللي عطيتها هالشهره الكثير قويه وبتسبق كل النباتات الباقيين. انت بغنشتينا وجايبتيهم منهم على الاستوديو لحتى شوي نعطي تيبس كمان. واللي بدي اقوله انه الجاردينيا منا من النباتات الصعبه كثير، يعني مثل ما واحد بيتوهم انه الجاردينيا شو بدي اعملها لحتى تضل عايشه وهيك، منا صعبه، في كم شغله لازم بس انه ننتبه لهم، من اهمها انه الجاردينيا عندها مزاج كثير صعب، يعني ما بتحب التقلبات، ما بتحب انه يكون بنهار شوب ومن عشيه ساقعه، هذا الشيء كثير بيزعج لها مزاجها تنقول. ومشان هيك بتلاقي في كتير ايام بهروا الازرار بس يصير في عندي هالتغيرات هيدي. مش هيك كل الاشخاص اللي بيسالوني بهالوقت بيقولوا انه الازرار عم بتهر بس ما عم نشوف عليها ولا من ولا شيء وما مبين انه هي بحاله مرضيه، هو من هالتقلب هيدا بيمرق فتره صغيره وبعدين بترجع بتشد. اذا بس هي كان كل فصول السنه بتضل عايشه؟ بتضل عايشه وخضره على مدار السنه، بس في اوقات هي أكثر شيء بتعطي فيها أزهار أو بالأحرى هي اللي بتعطي أزهار، هي بشهر أيار بالتحديد بيكون هيدا الماكسيموم كمية أزهار يلي بتعطيها. المغذيات كتير مهمة للجاردينيا، والجاردينيا من النباتات المعروفة يلي بنسميها أسيد لوفينج، يعني بتحب حمض او الاسيديتي بالتربه تبعها، مشان هيك كثير معروفه انه الجاردينيا بتحب الحديد. كثير بنبه انه ما بيسوى انه نحط بس حديد للجاردينيا، لازم انه نحط مغذيات الباقيه، يعني هي مش بتسحب الحديد، هي الحديد بخلي انه المغذيات الباقيه تنسحب بشكل جيد من التربه، شوشها مركبين بشكل انه بس تكون التربه حمضيه بتصير بتسحب المغذيات. هلا عم بحكي شوي علميا بس لحتى افسر انه الان بي كي او المغذيات العاديه اللي بنعطيها لكل النباتات المزهره هي كثير ضروريه للجاردينيا مثل كل النباتات، بالاضافه للحديد يلي بنحطه بشكل كيليتنج ايجنت بنسميه او حديد يلي هو البودره بتتذوب بالمي وبتنحط لحتى تساعد الجاردينيا انها تسحب المغذيات تبعولها. بدنا ننتبه كثير على كل الامراض والحشرات يلي بتجي على الجاردينيا وبمقدمتها المن، اكيد المن كثير بيجي على الجاردينيا والشيء يلي بنسميه كمان المن القطني. هلا كل ما منبكر بانه نشوف هالحشرات هيدي كل ما بنلاقي طرق بدائيه اذا فينا نقول لحتى نعالجها، بتبدا من الابسط الاشياء اللي هي الصابون البلدي مع المي فينا نرش على النبته تبعتنا لحتى نروحهم اذا كان اول منهم مبينين، وعاده هول ببينوا على الزهره وعلى الازهار الاوراق الجديده اللي بتبقى طالعه، منا المي التبغ يلي بيبقى منقوع، منا المي والثوم كمان يلي بيبقى منقوع على فتره طويله، هدول كلهم وصفات منزليه بتساعد انه نروح هالحشرات اذا كانوا اول منهم مبلشين. اما اذا كان تطورت الحاله وصار في عنا كثير بتحسي في ايام كثير بتقطفي الجاردينيا بتحسي تطلعي بالزهره في بقلبها شيء اسود عم يمشي هيك حشرات كثير صغيره، بعد ما بقى فيك انك تاخديها وتشميها، فهون بنكون تاخرنا شوي. في شغله من اثنين بنعملها، او بنترك النبته مثل ما هي ما بنرشها، لانه اذا رشيناها بمبيد رح نخسر ريحتها ورح نصير عم نشم المبيد وهذا الشيء ما منيح، نتركها معلش لو كان في عندها الحشرات هيدي بس يقطع موسم الازهار بنرجع بنعالج. وهو الافضل انه نستبق الامور وابتداء من شهر شباط نبلش نشوف اذا في عندنا حشرات او من على الجاردينيا، او انه نستغني عن ريحه الازهار ونرشها لحتى نعالجها اذا كان ما حابين انه ناخذ هيدا الريسك لحتى نخسرها. فاذا المغذيات مهمين ننتبه للحشرات كثير مهم، واهم شيء هي السقايه. مثل ما قلت الجاردينيا هي من النباتات يلي مزاجها كثير على شغل ايدها، يعني فبدك تسقيها على الموعد مزبوط. كثير ما بتحب انه مثلا تسقيها اليوم وبعدين بعد يومين بعدين تقرري انك تاخري جمعه، لا ما بيزبط معها، بتقولي مثلا بدي اسقيها يوم اي يوم، لا كثير مهم الانتظام بطريقه السقايه. بتحب انه تشرب بس ننتبه انه ما نخليها تضل على طول بالمي، يعني بده يكون
نشفت أرضة بلشت تنشف، تحسي انه ما في عندي كتير مي وبقلب التربة لحتى نرجع نسقي عن جديد. هيدا ان كانت مزروعة بالارض او ان كانت مزروعة بالبو، لانه باثنين بتنجح بشكل جيد جدا، وهي من النباتات يلي بتحب الشمس، بتنزرع بالشمس. الايديال او المثالي هو انه يكون في عندي حوالي 3 ساعات من الشمس بالنهار والباقي يكون نور كتير، واكيد هي بتنزرع برا، بس اذا كانت تعرضت لشمس اكتر ما بيضر. اوكي تمام، هاي الحلوين هدول هن الاشياء اللي لازم نعرفها عن جاردينيا. بس كل الاشخاص اللي بيحبوا يعرفوا اكثر وعندهم مشاكل اكثر بالجاردينيا، او بيتصلوا نهار الاثنين تا يسالونا، او بيلاقونا على الجاردن شو، انا هونيكي وحاضره لحتى اجاوب من 6 ل 7 على كل الاسئله. كل يوم عندكم موضوع جديد وبلانت جديده او زهره جديده تحبوا تحكوا عنها. 100% 100%. اوكي نظرتك انا رولا. انا مش اليوم ما بقدر، بتصور بكره. اوكي هو من اي ساعه لاي ساعه بيفتح؟ من الساعه 5 للساعه 11 المساء، من الساعه 5 بعد الظهر للساعه 11 المساء. اكيد لكن بشوفك انا بهاليومين اذا الله راد. ثانك يو لك. اكيد رح نتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعدها بتكون انضمت معنا كارمن لا تستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء. وزودياك